كشفت هيئة البحرين للثقافة والآثار عن ماهية الفعاليات والبرامج الخاصة باحتفاء مدينة المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية 2018 بحضور عدد من المسؤولين وقيادات الأعمال والشخصيات الاقتصادية في المملكة. إعلانها عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2018 لم يكن لولا عراقة ذاك التاريخ الذي يسخر بعديد الشواهد الحضارية والدينية لمختلف الحضارات المتعاقبة التي لا زالت تسرد حكايات من العظمة والأصالة لمتنوع المعالم الثقافية والتراثية التي تفردت بها أم المدن مدينة المحرق. نحن نعلم أن أهم ما يميز البحرين هي معالمها، لذلك نسعى لإبرازها ولتوظيفها التوظيف الصحيح، ولكي نقول للعالم أجمع أن لدينا ما يختلف عن الآخر، لدينا خصوصية، لدينا ما نقدمه. وفي عام الثقافة الإسلامية تنطلق عدد من المشاريع الإنشائية وكذلك الورش التي تركز على التنوير والتعمير وكل المعاني السامية التي يتضمنها ديننا الكريم. لذلك نقول أن من المحرق تنطلق هذه المشاريع في 2018، واستعرضنا اليوم مع محبي المحرق 18 مشروعا. جميل أن نقول أن أحد الزوار أو الضيوف تبنى ثلاث مشاريع في آن واحد. دعوة لكل محبي المحرق لكي يشاركوا معنا. المحرق جديرة بهذه التسمية وتحمل أرقام صعبة، وكما قال جلالة الملك الله يحفظه، هي أم المدن والمدرسة الوطنية والكثير من الألقاب، وعاصمة الثقافة الإسلامية. صحيح 100% اختيارها موفق، لأن المحرق يعني حاضنة منذ التاريخ، حاضنة لكل الأمور الإسلامية، جوامع ومكتبات وأدباء ومفكرين، وكل هالعلماء ذي جاءوا من كل حدب وصوب. أورد لها المكانة التي تناسب وزنها وثقل ما تضمه من مكونات جاءت من عمق التاريخ المستند على إرث إنساني يستمد رونقه التام من الهوية العربية والإسلامية للمدينة. والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة لم تتأخر في إنصاف أرادوس كما كانت تعرف قديما، فهي من عاينت حجم تلك المشاريع والبرامج المستقبلية التي ستزيد من جمالية مدينة كانت ولا زالت علامة فارقة في سماء المعرفة والثقافة والتعايش والمحبة والسلام. المحرق بتاريخها وعراقتها، ولأنها اليوم هي قلب الحدث في العالم الإسلامي في العام القادم، تستحق أن يهتم بها رجال الأعمال والمقتدرون من أبناء مملكة البحرين لإظهار المحرق في الصورة التي تليق بها بتاريخها وعراقتها، والمحافظة على ما بقي فيها من معالم ومباني ليعاد ترميمها لتصبح روحا تتنفس بها مدينة المحرق. نخيلها باسق، لها طلع حضاري نضيد لا يماثله امتداد لتلك القيمة التاريخية التي تتمتع بها المحرق، فشوارعها وأزقة فرجانها بل وجدرانها العتيقة تحكي قصصا من عبق الماضي الجميل بشكل يزيد من اتساع نطاق مقامها الرفيع كإحدى المدن التي تتميز بتاريخ مغل في القدم. استحقاق بلغة اكتمال الأوفر من المعطيات الملموسة التي رافقها ذلك المحتوى المتناسق لقوام إرث تاريخي وحضاري وديني لازم مدينة يعود تاريخها إلى القرن الأول الميلادي، تغنى بها الشعراء وحار في وصف لوحتها أبرز من تهادت عقولهم على حب العلم والمعرفة. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.